فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول أعمل حامل أمتعة في مطار، يقول أعمل حامل أمتعة في مطار يقع في بلاد الكفر، يقول وأقوم أحيانا بحمل أمتعة فيها خمر ورائحة خمر، وقد توقفت الآن عن هذا العمل حتى أستفتي، هل يجوز لي أن أستمر في هذا العمل أم أتركه؟ أول شيء خدمة الكفار، ما تخدم الكفار، ما تخدم الكفار، الله أعزك بالإسلام، فلا تخدم الكفار. وأما المحرم هذا يحرم زيادة عن خدمة الكفار، أنك تحمل محرم أو تروج محرم، هذا حرام لا يجوز، هذا من التعاون على الإثم والعدوان. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.